مساء الخير اخواني اعضاء منتدى الثلاثاء الثقافي، اهلا بكم في امسيه اخرى من اماسي المنتدى. اليوم 30 ابريل 2024، ومحاضرنا اليوم دكتور ياسين العبيدي. عودنا باجمل المحاضرات في المنتدى وهو من اعضاء النشطين. اعرفكم عليه لمن لا يعرف. دكتور ياسين ولاده الرمادي سنة 53، أخذ علوم، كمل بكالوريوس الكيمياء جامعة البصرة، وكمل ماجستير كيمياء لا عضوية في علوم بغداد، وأخذ الدكتوراه في الكيمياء العضوية الفيزيائية من جامعة بريستول بإنجلترا. كان زميلي في جامعة البصرة، درس في جامعة البصرة ودرس في جامعة الأنبار والنهرين. ترك العراق سنة 97، وصل لأمريكا 98، وغير اختصاصه اشتغل في مجال بحوث النفط والمصافي. له أكثر من 20 بحث وإشراف على طلبة الماجستير بالعراق، ونشر أيضا بحثين مشترك، وعنده 8 براءات اختراعات من أمريكا. وحاليا هو متقاعد منذ عام 2019. محاضرتنا اليوم مثل ما وعدناكم على الحب، وعن كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف، تأليف علي بن حزم الأندلسي. تفضل دكتور ياسين، استماع ممتع، ونفتح الباب للنقاش بعد انتهاء المحاضرة. تفضل دكتور ياسين. اوكي، راح اسوي الشير الان. تمام. السلام عليكم. شكرا لحضوركم. ومحاضرتنا اليوم يعني جزء من، اني اعتقد، من سياسات المنتدى انه نبتعد عن الاختصاص ونروح يعني إلى مجالات أخرى. أتوقع الدكتور سيار يكون موجود، لأنه من ذكرت ابن حزم قال طوق الحمامة رأسا حزرها، فتوقعته راح يكون موجود، فشكرا لحضوره. والموضوع هو طوق الحمامة، وطوق الحمامة خلينا نقول كتاب ألف قبل 1000 عام من قبل رجل دين ووزير في إشبيلية يدعى ابن حزم الأندلسي. من الاسم نلاحظ بأنه لم يكتب طوق الحمامة في الغرام، في العشق، في الحب، في الكذا، وإنما في الألفة والآلاف. وبالتالي فإن هذا الكتاب كتب بطريقة يعني يبين أنه يعني إنسانية الحب المجتمعية، القيم الوجودية، القيم الروحية، القيم الوجدانية، لذلك سماه في الألفة والآلاف. أكرر بأنه هو رجل دين ووزير تنازل عن الوزارة من أجل أن يعمل في الأدب والشعر، وله مساهمات كثيرة أخرى. شلون أنا وصلت إلى طوق الحمامة؟ قبل هذا الموضوع أنا أيضا كتبت عن ناقشت عن شاعر أندلسي هو ابن خفاجة. ابن خفاجة أيضا شاعر أندلسي، وعندما كنت أبحث عن شعر ابن خفاجة كان يظهر اسم ابن حزم الأندلسي بكثرة، وبالتالي وقعت على هذا الكتاب اللي هو طوق الحمامة. طوق الحمامة يعني لاحظ الاسم هو أبو محمد علي، ما يهم الاسم طويل، بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الأندلسي. ولد عام 1994 أو هو توفى في مدينة ولبة عام 1064. من التاريخ يعني هذه في قمة الحضارة الإسلامية، هاي الفترة هي الفترة الذهبية للحضارة الإسلامية، وتكون في نهايات خلينا نقول العصر المظلم أو العصور المظلمة في أوروبا. لذلك يعني الأندلس وحضارة الأندلس والحضارة الإسلامية ساهمت ريلي بأنه في بدايات النهضة أو عصر النهضة في أوروبا. وهذه المنطقة الحمراء أنا دخلتها الخارطة، هذه هي ولبة.
في اشبيليا، الاسم بالاسباني اسمه شبال، اوكي، وهو ولد في كوردوبا، لذلك هذه فقط اضفتها الى هذه. في مملكه اشبيليا تمل ولفا وعده مقاطعات بهاي المنطقه، هذه هي بالضبط الجزء الغربي الجنوبي من اسبانيا، وتكون مجاوره الى البرتغال. فهو حقيقه نفي الى منطقه ولبه وتوفى بها. هذه صوره ايضا حديثه، كما تلاحظون الاتش هنا مثل لفظ، فهي ولفا، اوكي، فهذه هي المدينه اللي كانت التي توفى فيها ابن حزم الاندلسي. يعتبر من اكبر علماء الاندلس واكبر علماء الاسلام تصنيفا وتاليفا، مو يعني علماء يعني، وانما تصنيفا وتاليفا بعد الطبري. وهو امام حافظ فقيه ظاهري. لماذا ظاهري؟ في ذلك الوقت كانت المالكيه هو شو تسميها الطائع، الدين او المذهب، هو المذهب المالكي هو المنتشر في تلك المناطق، وبالذات المغرب العربي، ومن عندها انتقلت الى اسبانيا. ظهر جزء اخر من المالكيه يسمى الظاهري، فلذلك هو ضمن فقيه ظاهري، محيي المذهب، اوكي، شاعر، نسابه، عالم برجال الحديث، ناقد، محلل، بل وصفه البعض بالفيلسوف. وطبعا امن بكرويه الارض، وكان وزير سياسي لبني اميه في المالكيه، وشرد عن وطنه ونفي لاحقا الى منزله في ولبه. هنا أنا نقطه حقيقه مهمه، نلاحظ في اسبانيا ما فكروا وقالوا هذا شاعر كان من دوله احتلت اسبانيا، فهم بنوا له ستاتيو لانه ساهم في حضاره الاندلس. احنا الان مع الاسف في بلداننا اجوا يعني يفلشون كل الستاتيو، يفلشون كل الاشياء، والله هذه بالزمن الانجليز، وهذه بزمن قاسم، وذيك في زمن كذا، ما ادخل بالسياسه، بس هم يخلدون هؤلاء العلماء. يعني هذا ما موجود تمثاله في المغرب، ولا موجود تمثاله بالجزائر، ولكن موجود تمثاله في مدينه قرطبه. يكتب عنه بالانجليزي هو بيوت polymath, historian, jurist, philosopher, theologian, considered the father of the comparative religious study. فهو دخل في الديانة المقارنة بين الديون. زين، ترك حوالي 400 مجلد، ويقال بأن عدد الصفحات اللي كتبها في الشعر والتأليف والأمور الأخرى هي بحدود 80,000 صفحة. The طوق الحمامة في الألفة والآلاف، The Ring of the Dove، هو كتاب يعني يعتبر أدق ما كتب العرب في دراسة الحب ومظاهره وأسبابه. ترجم الكتاب إلى عديد من اللغات العالمية. هنا أنا مثل ما قلت بأنه يتناول الحب، يعني ليس بالحب اللي يعرف الآن، عاطفة إنسانية أخذها بتحليل نفسي من خلال قصص، من خلال ملاحظة، من خلال تجربة. فيعالج ابن حزم اسلوب قصصي هذه منظور انساني تحليلي، والكتاب يعد عملا فريدا في بابه. كيف ظهرت طوق الحمامه؟ راح نعرف بانه لسبب ما جميع كتب ومؤلفات وداره واي شيء يملكه تم حرقه وتفليشه من قبل المعتضد بن عباد، اللي هو ثاني احد الخلفاء في مملكه اشبيليا، نتيجه لوشاية، فلم يبقى له اي شيء. ولكن في يوجد مستشرق بيتروف، مستشرق روسي، هذا المستشرق الروسي كان يقرا بحث لايضا لمستشرق اخر يكتب عن الادب العربي الاسلامي، فلاحظ بان هذا المستشرق الاوروبي ده يذكر ابن حزم كواحد من الشعراء المعروفين وكتاب طوق الحمامة، فاستغرب أنه لحد الآن هو لم يسمع بهذه الموضوع. طبعا هذا الكلام 1914، فراح ووصل إلى في لايد، في هذه في هولندا، ولقى كتاب هذه النسخة الوحيدة اللي طلعت.
الحقيقة يقال بأنه هي ليس النسخة الأصلية اللي كتبها ابن حزم، وإنما كان أحد المعجبين بابن حزم وقام بنسخها طبق الأصل وزينها بأشياء، وهذه موجودة في مجموعة كارتر في لايد 216 صفحة، كل صفحة بها 10 إلى 15. طبعا من كملها بيتروف أعطاها هدية إلى البارون، فيدللك بأنه يعني المستشرقين يهتمون بهكذا قضايا. فموما إن نشر كتاب طوق الحمامة حتى أصبح مجال للبحث في كثير من المستشرقين، أنا ما أعرفهم طبعا ذولا الأسماء، ولكن هم ألمان، نمساويين، هولنديين، فرنسيين، إنجليز، أمريكان، أدوا إلى استغلال كتاب تلخيصه وترجمته والتعليق عليه. فهذا يدللك على أنه الكتاب له قيمة أدبية وقيمة شعر وقيمة اجتماعية، وقد يدخل فيها جزء من الفلسفة بشكل بسيط. ذكرت بأنه ترجم على عدة، أقدر أحط الآن عشرات الكتب التي تبين بأن طوق الحمامة نشر بعدة لغات وبعدة مجالات. أيضا مثل ما ذكرت اهتمام الأندلس أو إسبانيا الآن، يعني مثل ما قلت أنه هذا يعتبروه عمل في إسبانيا، إذن يجب أن يخلد، فصدروا طابع عام 1982. إذا تلاحظون هنا أنا بالطابع هذه شعلة نار، وهذا كتاب محروق، زين، فهذا يدل على أنه كتبي حرقت. وبالكتابة هنا أنا باب من أحب من نظرة واحدة، فلاحظ بأنه يعني تخليد الشخص اللي أبدع على الأرض الإسبانية، رغم أنه كانوا محتلين واحتلوا أرض إسبانيا. على العكس إحنا الآن، واحد يريد يلغي شارع الرشيد، الآخر يريد يفلش أبو جعفر المنصور، الآخر يريد يفلش ملوية سامراء. يعني هذا هو الشيء، احترام التاريخ، احترام المساهمات. فهذا يعني حقيقة عجبني أنه أصدروا طابع في فترة حديثة الآن، يعني في هذا العصر، باسم ابن حزم. إن أنا منزلت العلمية ما راح أتطرق كثير، لأنه حقيقة هواية من المصطلحات ما أعرفها. مثل ما قلنا، هو يؤمن بأنه لأنه رجل دين، فيؤمن بالمذهب الظاهري، وبالتالي يقول بأن السنة والقرآن هي الأساس، السنة والقرآن والحديث يعني هي الأساس، وما غيره فهو ما يؤمن به. لذلك هذا أدى إلى أنه يتعارض مع كثير من رجال الدين. كثير من رجال الدين يؤمنون بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة التي يعتبرها محض الظن. مثلا بالقياس، يقول لك بالقرآن حرم الخمر، هل النبيذ يحرم أم لا؟ يعني كجس مثال، زين، فهنا النقاش، هل هي قياس أو لا، هل هو استحسان واستحسان للبعض، وهكذا. ولذلك يعني هو كان محتار بمفهوم العلة وحجيتها، وبالتالي يقول كثير من الخلافات هو نتيجة أسباب لفظية اصطلاحية أو ما أشار وما أشار إليها ابن حزم. فهذا أدى إلى خلق مشاكل لابن حزم في كثير من العلماء الدين. طبعا تم حرق، مثل ما قلنا، المعتضد بن عباد أصدر قرار بهدم دوره ومصادرة أمواله وحرق كتبه. مو بس هذا، وإنما بأن لا يفتي أحد بمذهب مالك، توعد من يدخل إليه بالعقوبة، توفى 1064. وعندما حرقوا كتبه قال هذه الأبيات الشعر الجميلة: إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يقيم معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كير الناس من يدري، وإلا فعدوا بالكتاتيب بدءة، فكم دون ما تبغون لله من ستري. فتلاحظ يعني ألمه، بس يقول صح هم حرقوا الكتب وحرقوا الكراريس. وللعلم أنا أتصور كلمة كاغد كلمة يعني عامية، وإذا به كاغد كلمة عربية فصيحة، ويعني فلذلك يقول هذا اللي حركته كله موجود في صدري.
يقال بأن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيق. نعم، يبدو لي هاي أحد الأسباب اللي خلت الناس تعاديه، أنه هو كان يعني موقفه غير قابل للتغيير، لا يحيد عن مواقفه، ومواقفه دائما قوية، لذلك خلق له أعداء من رجال الدين. ونعرف إحنا رجال الدين دائما يحاولون يتقربون إلى الأمير أو الملك أو غيره، فهنا كانوا يريدون يتقربون إلى المعتضد بن عباد. هو المفروض الآن يكون له دور، ولذلك هو يعني في ذلك الوقت يكون له احترام ويكون له تقدير، بس بسبب الوشاية مثل ما قلنا حرقه وكل كتبه، فقال أنا العلق الذي لا عيب فيه سوى بلدي وإني غير طاري. هنا أنت تحتاج الأخ زميلنا اليوم بالمستشفى، طاري، كلمة طاري ما عرفتها بالضبط معناها. تقر لي العراق ومن يليها وأهل الأرض إلا أهل داري، طووا حسدا على أدب وفهم وعلم ما يشق له غباري، فمهما طار في الآفاق ذكرى فما سطع الدخان بغير ناري. فيقول أنا يعني العراق وما يليها يقرون بقيمتي ويقرون، بس أهل داري لا، ما يديروا لي بال. يعني شلون احنا نقول بالأمثال مغنية الحي لا تطرب، زين، وهذه حقيقة موجودة في كثير من الواقع العربي. الواقع العربي عندما يسطع النجم بدل أن يدعم، لاحظ كثير تخلق كثير من العداوات. لذلك يقول تقر لي العراق ومن يليها وأهل الأرض إلا أهل داري. طبعا كتب طوق الحمامة، وطوق الحمامة خلاه في 30 باب مختلفة كما تبين، علامات الحب، من حب في النوم، باب الوصل، باب الهجر، باب الوفاء، باب الغدر، باب القنوع، باب الموت، وهكذا كثير من أبيات أبواب الشعر. طبعا ما ممكن تغطيتها كليتها، لذلك اختاريت مجموعة من الأبواب. يا ريت من قرأ الكتاب أو يريد يضيف، فأهلا وسهلا، وهذا بالعكس يسعدني. العلامات الحب هنا يحاول أن يبين بها، احنا كلنا يعني مرينا بالحب ومرينا وعشنا حالات الحب وتجارب الحب، ولكن هنا يعني يوضحها بشكل أنه يقول أولها إدمان النظر، والعين باب النفس الشارب المنقب عن أسرارها والمعبر لضمائرها. فيقول يتنقل بتنقل المحبوب وينزوي بانزوائه ويميل حيث مالك الحرباء مع الشمس. وبذلك قال مجموعة من الشعر: فليس لعيني عند غيرك موقف، كأنك ما يحكون من حجر البهت، أصرفها حيث انصرفت وكيفما تقلبت كالمنعوت في النحو والنعت. حجر البهت عليه كثير من الأمور، قسم يسموه حجر الحب، قسم يسموه حجر البخت، قسم يسموه حجر فلذلك عليه هول كثير. لذلك يقول ليس لعيني غير عينك موقف، كأنك ما يحكون، كأنك يعني أنت الهالة اللي عليها كل هاي الأسماء مثل حجر البهت. ويقول وإذا قمت عنك لم أمشي إلا مشعان يقاد نحو الفناء، في مجيئي إليك أحتث كالبدر إذا كان قاطعا للسماء، وقيامي إن قمت كالأنجم العاليه الثابتات في الابطاء. ويقول ارعى النجوم كانني كلفت ان ارعى جميع ثبوتها والخنس، فكانها والليل نيران الجوى قد اظرمت فكرتي من حندسي. فهنا يعني دخل الخنس اللي هي ايضا مذكوره في القران، فكانها والليل نيران الجوى وقد اظرمت في فكرتي من حندسي. حندسي الظلام الحالك، احنا في مناطقنا ما اعرف نقول ظلمه هندس، بس يبدو لي هندس مو هندس، زين، فمعناها هنا قد اظلمت في فكرتي من هندسي. هنا باب الشعر من احب في الحلم، يحكي قصه عن احد الاشخاص اللي يعرفهم، وايضا رجل دين في تلك المنطقه، فيقول اعرف هذا الشخص معرفه جيده ورجل
يعني متزن وقدير وكذا، ما ادري شنو. يقول دخلت واذا به مهموم، فسالت ليش، شنو اللي هامك؟ فقال له شيء غريب، يعني قال له اني صارت بي حاله غريبه اخجل ان احكيها يا ابني. قال له انا حبيت وحده شفتها بالحلم. زين؟ قال له يعني شلون؟ قال له وحده جميله وكذا، ولحد الان انا صار لي شهر او اكثر من شهر اني مشغول، هذه منو هذه الفتاة؟ وليش اجتي بالحلم؟ ومن هي؟ ومن اي مكان؟ فلذلك انا يعني واقع بغرامها. فهو راح يهون عليه، قال له هذه اوهام يعني العقل، مو ليست حقيقية وما ادري شنو. فقال شعر: يا ليت شعري من كان وكيف سرت، اطلعه الشمس كانت ام هي القمر، اظنه العقل ابداها تدبره، أو صورة الروح أبدتها لي الفكر، أو صورة مثلت في النفس من أملي فقد تخيل في إدراكها البصر. إذا هي كل تعامل تخيل، أبدتها لي الفكر قد تخيل في إدراكها البصر، أو لم يكن كل هذا فهي حادثة أتى بها مسبب في حتفي القدر. أو فتشي حلم سبت لي، يعني سببت لي مشاكل في حتفي القدر. باب من أحب من نظرة واحدة. طبعا هنا أنا أكون نوعين، باب من أحب من نظرة واحدة، ممكن شخص أن يحب فتاة ما شايفها، أن يعشق المرء صورة لا يعلم من هي ولا يدري لها اسما ولا مستقرا، وقد عرض هذا لغير واحد. يعني كثير من الناس يحبون سامعين فلانة جميلة وهو يقع في غرامها بدون أن يراها، أو ممكن أن يرى امرأة ويقع في حبها، امرأة حقيقة يواجهها ويشوفها ويقع في حبها. فيشرح عن قصة أنه أبو يوسف بن هارون الشاعر المعروف بالرمادي، وهذا الشخص يقول كان رايح إلى الجامع يعني في قرطبة في منطقة باب العطارين، فشاف تجمع للنساء ومن ضمنهم يعني جواري، ووقع في حب واحدة منهم، فبالتالي ما راح للجامع هذا الشخص، فظل يراقبها وظل إلى أن هذه الامرأة قررت أن تروح إلى مكانها، فهو ظل يتابعها إلى أن وصلوا إلى منطقة ولاحظت بأن هذا الشخص يتابعها، فقالت دع عنك هذا ولا تطلب فضيحتي، شنو ناوي من عندي؟ فلا مطمع لك في النية ولا إلي ما ترغبه سبيل. فقال إني أقنع بالنظر، فقال ذلك مباح لك. فخلته يشوفها يعني، فقال انا اقنع بالنظر، وبالتالي قال لها انا يعني ما عندي اي نيه سيئه، بس قولي لي. طبعا سالها التجاريه لو لا او المن وما المن، فقال لها امتى اقدر اشوفك؟ قالت لها انا اجي كل يوم جمعه في نفس الساعه في نفس المكان. فنهضت وذهبت، وهو ايضا ذهب ولم يرها بعد ذلك، ولكنه ظل واقعا في حب هذه الفتاه. واخر العهد منها ساعه النظر، لان قالت له اني اقنع بالنظر، انا وقال له اني اقنع، فقالت ذلك مباح. فقال عيني جنت في فؤادي لوعه الفكر، فارسل الدمع مقتصا من البصر، فكيف تبصر فعل الدمع منتصفا منها باغراقها في دمعها الدرر، لم القها قبل ابصاري فاعرفها، واخر العهد منها ساعه النظر. ويذكر أنه في بعض الأحيان النساء تلبس لون أحمر، ويقول إذا ما رأت عيناي لابس حمرة تقطع قلبي حسرة وتفطرا، غدا لدماء الناس باللحظ سافكا، وضرج منه ثوبه فتعطر، يعني ضرج بالدم وكأنما هو تعطر بالدم مالتها. باب ما يحب إلا مع المطاولة. وهو يقول أنا أؤمن بهذا النوع من الحب، أنه المفروض لا تصح المحبة إلا بعد المخافة والمشاهدة وتمادي الأنس، وهذا الذي يشك أن يدوم ويثبت ولا يحك فيه. فيقول ما فما دخل عسيرا لم يخرج يسيرا. يعني شلون احنا الآن بالمجتمع يقول هذا حب بسرعة وبالتالي تفرفشت بسرعة، هذا نفس الشيء. يقول الحب اليسير ما يدوم، بينما الحب العسير هو اللي يبقى، وهو هذا هو مذهبه في الحب. يقول رأيت من هذا الصفة من أحسن ابتداء هوى وتوجس في إحسانه ميلا،
استعمل الهجر وترك الإلمام وكلية هذه الحال، وهذا يدل على لصوق الحب بأكباد أهل هذه الصفة. سأبعد عن دواعي الحب وإني رأيت الحزم من صفة الرشيد، رأيت الحب أوله التصدي بعينك في أزاهير الخدود، فبين أنت مغتص مخلى إذا قد صرت في حلق القيود، كمغتر بضحضاح قريب فذل فغاب في غمر البرود. يقول مثل من اللي يجي إلى البحر زين، يقول بداية ضحلة بضحضاح ضحلة، فيستسهل الأمور يمشي إلى أن يوقع بالحب فذل فغاب في غمر المدن، إلى أن يغرق إلى أن يغرق. فيقول يعني لا تستعجل، لا تشوفها يعني بالبداية سهلة، بالتالي ترى راح تغرق وراح تصير في غمر المدود. محبة صدق لم تكن بنت ساعة ولا وريت حين ارتياد زنادها، يعني هنا أنا بالضبط هذا عجبني هذا الجزء، ولا وريت حين ارتياد زنادها، يعني النار من تشعلها مو رأسا راح تقوم، راح تشتعل شوية شوية. ولا وريت حين ارتياد زنادها، زناد يعني القداحة زين، ولكن على مهل سرت وتولدت بطول امتزاج فاستقر عمادها، فلن يدنو منها عزمها وانتفاضها، ولم ينأ عنها مكثها وازديادها. باب الحب الوصف، يعني أيضا رجعنا أنه قلنا ممكن أنه شخص يسمع يصفون فلانة بنت فلان أو بنت فلانة ويقع في غرامها بدون أن، فهو يقول هذا ما ليش لا، يعني ليش نستغرب بأنه شخص يحب الحب؟ إحنا مو الآن نحب الجنة؟ أحد من عندنا شايف الجنة؟ بس كلنا نحب الجنة زين، إذا ممكن الوصف يخليك أن تحب شيء. لذلك يقول ويا من لامني في حب من لم يره طرفي، لقد أفرطت في وصفك لي في الحب بالضعف، فقل هل تعرف الجنة يوما بسوى الوصف؟ فلذلك يعني هنا يمكن الشخص أن يحب شخص امرأة ما شايفها، وبالتالي نتيجة هذا الوصف مثل ما توصف الجنة. قد حل جيش الغرام سمعي وهو على مقلتي يبدو، يقول أنا من سمعت هذا الكلام عنها رأسا بين على عيوني الحب. هنا زين هسه الآن وصفوها، هل هي وصفها حقيقي لو لا؟ فأكو نوعين، يقول لقد وصفوك لي حتى التقينا، فصار الظن حقا في العيان، فأوصاف الجنان مقصرات على التحقيق عن قدر الجنان. فإذا هذه صحيح يعني وصفوها ومن شافها طلعت حلوة مثل ما هم يقولون، وأخرى وصفوك لي حتى إذا أبصرتما وصفوا علمت بأنه هذياني، فالطبل جرد جلد فارغ وطنينه يرتاع منه ويفرق الإنسان. فيقول انت وصفوك وطلع كل هذا هذيان يعني طلع كله كذب، مثل الطبل صوته عالي بس كل شيء ما بي فارغ. فهذا هو ايضا نوع من الحب بالوصف. باب من احب صفه لم يستحسن غيرها، هنا يتكلم عن انه شخص ممكن انه يحب شقر واخر يحب السمر واخر يحب القصار والاخر يحب الطويله والاخر يحب المملوءه او السمينه أو يحب رقبتها طويلة وهكذا. فيقول تصير مرات صفة أنه يعني تلزق، تصير يعني لازقة بهذا الشخص، فاللي يحب يعني شقراء راح يبقى يبحث عن شقراء. بس هذا مو معناها ينكر حب السمرة أو حب البيضاء أو غيرها. فلذلك يقول إحنا أنا يقول أبي أشقر والدتي شقراء وأنا أشقر وهو يحب الشقر زين. ويقول معظم يعني امراء بني اميه هم من الشقر ونسائهم هم من ايضا شقراوات، لذلك يعني دائما يحبون الشقر. يقول امير المؤمنين الناصر هو اشعر اهل الاندلس واكثر تغزله بالشقر، فاذا في ذلك الفتره الاندلسيه كانوا يتغزلون بالشقر، وهو مثل ما قلت هو وأبوه يحبون الشقر. يقول منهم فتى كان في محبوبه وقص كأنما الغيد في عينه جنان،
وكان منبسطا في فضل خبرته بحجة حقها في القول تبياني إن المها وبها الأمثال سائرة. لا ينكر الحس فيه الدهر الإنسان، يقول المها جميلة يعني، بس يعني هو ما يحب هذا النوع من الفتاة. وقص فليس بها عنقاء واحدة، وقص هنا يقصد بها قصيرة الرقبة. وقص فليس بها عنقاء واحدة، وهل تزان بطول الجيد بعران؟ فيعني هل هو أنه لأنه رقبتها طويلة مثل البعران هذا صارت جميلة؟ وآخر كان في محبوبه قوة، يقول حسي في الأفواه غزلاني. وثالث كان في محبوبه قصر، يقول إن ذوات الطول غيلاني. يعني هذا يحب القصيرة بحيث الطويلات يسميهم غيلان. فإذا هي أذواق وهي أشياء. فمثل ما نقول يعني أرجع وأقول بأنه هو يكتب الشعر من منطوق، من منطلق مجتمعي، من منطلق شو نسميها يعني روحاني، ومن منطلق وجودي، وهكذا كل واحد وإلى خصوصه. يعيبونها عندي على هذه الشقرة مالته، يعيبونها عندي بشقرة شعرها. فقلت لهم هذا الذي زانها عندي، هذا الذي جمالها عندي. يعيبون لون النور والتبر ظلة لرأي جهول في الغواية ممتدي. يعني هنا يقول الشقر مثل لون النور والذهب التبر لرأي جهول في الغبن. وهل عاب لون النرجس الغض عائب ولون النجوم الزاهرات على البعد؟ وشكلهم مثل النرجس وشكلهم مثل النجوم الزاهرات. وهنا يجي فدي يقول يحجون على الشقر، الآن بدأ يهجم على السود، يحجون على الدارك كولر. وأبعد خلق الله من كل حكمة، مفضل جرم فاحم اللون مسودي. به وصفت ألوان جهنم ولبسة باك مثكل الأهل محتدي. يعني الذول اللي يحبون السود مثل ذول اللي يلبسون السواد اللي يبتون مثكلين، مثكل الأهل محتدي. ومذ لاحت الرايات سواد تيقنت نفوس الورى إن لا سبيل إلى الرشد. من شفت رايات سود يعني تذكرت الموت وتذكرت الأشياء لا سبيل. فأشوف مقارنة بين الشقر وما هو خارج الشقر في عينيه. باب طي السر. وأيضا هنا أنا يقول أنه الشخص من يحب يعجب أنه الناس تعرف حبه وتعرف غرامه، بس لكونه يحب معشوقته ويحترمها، فلذلك طي السر كان من الأسباب المهمة في ذلك الوقت. ولذلك هو لا يبيح عن سرها، والناس اللي تعرف أنت مبين عليك ولهان، أنت مبين عليك مغرم، فهو ينكر ويحاول النكر يعني صيانة لكرامتها وحبا لها. يلوم رجال فيك لم يعرف الهوى، وسيان عندي فيك لاح وساكت. يقولون جانبته التصائن جملة، وأنت عليم بالشريعة قانت. يعني هنا دخل الشريعة بها. فقلت لهم هذا الرياء بعينه صراحا وزي للمرائيت ماقت. متى جاء تحريم الهوى عند محمد؟ وهل منعه في محكم الذكر ثابت؟ يعني لا محمد حرم الحب، ولا في الكتاب محكم الذكر ثابت. إذا لم أواقع محرما أتقي به، مجيئي يوم البعث والوجه باهت. فيعني يقول أنا ما أسوي شيء راح يأذيني في يوم البعث. فلست أبالي في الهوى قول لائم، سواء لعمري جاهز أو مخافتي. وهل يلزم الإنسان إلا اختياره؟ وهل بخبايا اللفظ يؤخذ صامتي؟ ويقول درى الناس إني فتى عاشق كئيب معنى، ولكن بمن؟ يقولوا له بمن أنت تحب؟ إذ عاينوا حالتي أيقنوا، وإن فتشوا رجموا في الظن. بدوا فلان لو فلان لو فلان كخط يرى رسمه ظاهرا، وإن طلبوا شرحه لم يبن. كصوت حمام على أيكة يرجع في الصوت في كل فن. تلذ بنجواه أسماعنا، ومعناه مستعجل لم يبن. يقولون بالله سم الذي نفى حبه عنك طيب الوسم. قل لنا أنت لمن تحب، وهو يرفض لأنه يريد أن يبقى أسر. باب الهجر. وهنا
طبعا الكل يعرف بانه كثير من الاحبه يصير بيناتهم هجر، في بعض الاحيان يصير الحب ويصير الهجر ويرجع حب مره اخرى ويصير هجر وهكذا. ويقول كم صاحب اكرمته غير طائع ولا مكره الا لامر تعمدا، ما كان ذلك البر الا لغيره كما نصبوا للطير بالحب مصيده. يقول يعني كانما يعني هنا الشخص بس انصاد، يعني كانما نصبوا للطير بالحب مصيده. لعلك بعد عتبك ان تجودا، هنا رجعت نقول ورا ما صار الهجر رجعت. لعلك بعد عتبك ان تجودا بما منه عتبت، بما منه عتبت وان تزيد. فكم يوم راينا فيه صحوا واسمعنا باخره الرعوده، وعاد الصحوي بعد كما علمنا، وانت كذلك نرجو ان تعود. يعني كافي يعني يوم صحو ويوم رعود، فنريدك الصحو يرجع وكذلك نرجع وترجع الايام، وعاد الصحو بما كما علمنا، وانت كذلك نرجو ان تعود. هنا أنا كتب قصيده يستخدم العجز لقصيده شعر طرفه بن العبد ما لخوله اطلال. يقول تذكرت وادٍ وتذكرت ودا للحبيب كانه لخوله اطلال ببرقه ثهمد. طبعا هذا خطا مطبعي وخليته يعني حتى يبين مو ثمهدي، ثهمدي. وعهدي بعهد كان لي منه ثابت يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. ايضا من قصيده طرفه بن العبد. ارجع يقول كان انقلاب الهجر والوصل مركب يجور به المراح طورا ويهتدي. يعني الانقلاب الهجر والوصل مركب، البث الملاح مره يعني يستخدم طوره ومرا به يهتدي وهكذا. وسراء احشائي لمن انا مؤثر، وسراء ابنائي لمن اتحببه. فقد يشرب الصاب الكريه لعلة ويترك صف الشهد وهو محبب. يعني يترك الشهد والكريه لعلة. بالأخير يقول كما صار لون الماء لون إنائه، وفي الأصل لون الماء أبيض. يعني يقول يتغير مثل ما يتغير اللون، المي تحطه بإناء، تحطه بإناء أحمر يبين المي أحمر، بس هو بالحقيقة لون المياه أبيض، بس طبعا هو عديم اللون وليس أبيض. باب الغدر يعني نعرف يعني في كثير من الحالات يصير بها غدر في الحب، ويذكر حالات لأشخاص يعني كم تألموا وكم عانوا من الغدر. ويبدو لي وممكن أن تكون موجودة، يكون بين الحبيب والمحبوب شخص يسمى بالسفير، وفي بعض الأحيان السفير هو من يغدر، فبالتالي السفير بدل أن يكون هو الثقة لإيصال رسائل الحبيب إلى محبوبته، السفير يبدأ هو يبين حبه إلى هذه المرأة ويحاول أن يقلل من قيمة المحبوب. قليل وفاء من يهوى يجل، وعظم وفاء من يهوى يقل. فنادرة الجبان أجمل مما يجوء به الشجاع المستقل. يقول أقمت سفيرا قاصدا في مطالبي، وثقت به جهلا فضرب بيننا. شوف فرق بيناتنا، أقمت سفيرا قاصدا في ما وحل عرى ودي وأثبت وده. ففلش عرى ودي وأثبت وده، وبعد عني كل ما كان ممكنا. فصرت شهيدا بعدما كنت مشهدا، وأصبحت ضيفا بعدما كان ضيفنا. باب الوفاء وعكس الغدر. أفعال كل امرئ تنبئ بعصره، والعين تغنيك عن أن تطلب الأثر. وهل ترى قط دفلة أنبتت عنبا، أو تذخر النحل في أوكارها الصبرة. يعني هنا أنا يعني شلون نقول الشخص يبين بمعدنه، فيقول أنت شايف بحياتك دفلة شالت عنب، أو أن النحل اللي العسل الحلو يخلي بمكانه صبرة. فهذه هي دلالة على يعني أنه أكو ناس عندها صفة الغدر، وأكو ناس عندها صفة الوفاء. ولي فولى جميل الصبر يتبعه، وصرح الدمع ما تخفيه أضلعه.
جسم ملول وقلب آلف، فإذا حل الفراق عليها فهو موجعه. لم تستقر به دارا ولا وطن، ولا تدفأ منه قط مضجعه. أو كوكب قاطع في الأفق متنقل، فالسير يغربه حينا ويطلعه. أظنه لو جسته أو تساعده، ألقت عليه الهمال الدمع يتبعه. باب البين هنا أنا باب الفراق، أتصور هذا آخر شيء. الفراق ممكن أن يصير لسبب أنه الشخص ينتقل إلى مكان، أو الحبيبة تنتقل إلى مكان، أو فراق نتيجة عدم الاقتناع. يقول أرى دارها، يعني هذا هو قريب إلها، أرى دارها في كل حين وساعة، ولكن من في الدار عني مغيب. والنافع قرب الدار وأهلها، على وصلهم مني رقيب مراقب. فيا لك جار الجنب أسمع حسه، وأعلم أن الصين أدنى وأقرب. يقول شنو فائدة أنه هي جيراني، وأعلم هي أنه الصين أقرب إلي من عدها وهي جيرانه. كذلك يقول هنا أنا يعني وددت بأن ظهر الأرض بطن، وأن البطن منها صار ظهرا، وإني مت قبل ورود خطب، أتى فأثار في الأكباد جمرا. وأن دمي لمن قد بان غسل، وأن ضلوع صدري كانت قبرا. يعني هنا أنا يبين لك على الألم، ألم البين. بعدين هنا أنا يبدو لي رجعت، أو رجع العلاقة بينهم. بشرى أتت واليأس مستحكم، والقلب في سبع انطباق شداد. كست فؤادي خضرة بعدما كان فؤادي لابسا للحداد، فصار أخضر بعد لابس الحداد. جلى سواد الغم عني، كما يجلي بلون الشمس لون السواد. وهذا وما أمل توصل سوى صدق وفاء بقديم الوداد. فالمرن قد تطلب لا للحياة، لكن لظل بارد ذي امتداد. هذه تقريبا الأبواب اللي حبيت أن أغطيها. بس أكو قصيدة قالها للأمير المؤمنين الناصر اللي ذكرته، وهذا كان من أشهر شعراء الأندلس. أودك ودا ليس فيه غضاضة، وبعض مودات الرجال سراب. وأمحضنك النصح الصريح وفي الحشا، لودك نقش ظاهر وكتاب. فلو كان في روحي هواك اقتلعته، ومزق بالكفين عنه أهاب. وما لي غير الود منك إرادة، ولا في سواه لي إليك خطاب. يعني أنا كل اللي أريده منك، يعني أنا أريد ودك، أنا ما عندي أي شيء، ما عندي أي سبب. إذا حسته فالأرض جمعاء، والورى هباء، وسكان البلاد ذباب. هذا آخر ما أقوله. والآن أقول ما يقوله من هنا الشاعر عمرو بن أبي رفيعة: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا. فيعني اللي ما يعني مبينة حقيقة، ما حاجة أشرحها. إذا هذه كانت هي The Ring of the Dove، و thank you very much. شكرا. شكرا جزيلا دكتور ياسين، أتحفتنا محاضرة جميلة وأشعار جميلة، والآن نفتح باب النقاش.